وليد انت برضو ضميت لنادي الاهلي عن طريق الاختبارات برضو الاكاديميات ولا تراجعت ازاي؟ لا انا بقالي 7 سنين في النادي الاهلي. كنت بلعب في نصر الفكريه في محافظه المنيا. انت بلديات وليد سليمان؟ طبعا. خلي بالك عشان انا بقدمك قلت شبه وليد سليمان وفي طريقه اللعب. يا كابتن ده شرف كبير ليا وشرف لاي لعيب في مصر ان هو يبقى خليفه كابتن وليد سليمان طبعا. كنت بلعب في نصر الفكريه في المنيا وشافني كابتن محمود صالح. هو اللي شافني وبدا يركز معايا سنه 2015 وجابني النادي الاهلي ومن هنا ابتدى الحلم بقى يا كابتن. مين اللي يعني ابتديت التدريب مع مين في انا ابتديت التدريب مع كابتن محمد سعد، كانت اول سنه ليا مع كابتن محمد سعد. كنت جاي من نصر الفكريه وابتديت معاه.